السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، الرحمة والمغفرة لكل الشهداء، وعاجل الشفاء لكل جرحى، وربنا في كل أسير وكل مفقودين يرجو إلى أهلهم سالمين. اللهم احفظ السودان والسودانيين، وأنصر قواتنا الشعب المصلح. أبشر أخوانا، البشريات قربت. جينا لكم بفيديو جديد مراكز بزيني، فيديو فيه كل البشريات. كداركم أول ناس من فيديو تنبدأ نناقب معكم، ولو تشاهدنا أول مرة ما تنسى إنه تتابعنا بالاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. طبعا يا جماعة، من أمس يعني خلاص احتمال، لأنه النازل استلموا العدة الجديدة، استلموها، وصلت واستلموها. والشغل اللي حصل في كوبري شنبات كالآتي: مسيرات، شغل بتاع مسيرات، فصلوا الكوبري الناحية الغربية بتاع كوبري شنبات بمسيرات، قوة تفجيرية دقيقة جدا وقوة تفجيرية قوية جدا. شغل الليلة بمسيرات دي أول مرة، شغل ما طبيعي بالملي اشتغلوا في الناس دي، شغل ما طبيعي. في سوق جور وجنوب الحزام، السوق ده يا جماعة عشان الناس ما تمشي ورا الطلس، السوق ده كله جنجويد، اللي بيشتري فيه واللي بيبيع فيه، وسوق عملات جنجويد ومليان جنجويد، وبيعوا المسروقات وقاعدين فيه جنجويد، واللي بياكلوا فيه جنجويد، وستات الشاي فيه جنجويد، واللي بيبيع على الاكل فيه جنجويد. ما في مدني هناك بخش لسوق بتاع حراميه، ما في زول عاقل كده بخش لسوق فيه جنجويد، ما في. لا حيغتصبوك وحيدقوك وحيطلعوا ميتينك، يعني الناس اللي جوا السوق ديل كلهم جنجويد، اي زول جوا السوق جنجويدي، لانه سوق بتاع جنجويد بيبيعوا فيه المسروقات، دقوا الجنجويد في كميه كبيره، مستشفيات كميه كبيره، موت بالجمله للجنجويد. ما يجيك يقول لك والله ده ما في مدنيين، الطيران ده دقيق جدا، والسوق ده لو ما مؤكد والمعلومه وكل حاجه والتصحيح 100% ما كان انضرب السوق اصله، ما كان انضرب. لكن السوق ده عباره عن جنجويد. في خبر عثمان عمليات، ده الصحفية اللي كتبت الخبر ده صحفية صادقة، ما قاعد تنشر ليها حاجة كذب ولا بتقول ليها حاجة كده، لو ما متأكدة من الخبر ما بتنشره. الصحفية اللي كتبت الخبر بتاع عثمان عمليات أكيد بنسبة 100%، لأنه الصحفية دي صادقة، معلوماتها دقيقة ومعلوماتها صادقة. عثمان عمليات تم تصفيته، كلامه صحيح 100%، كلامه صحيح 1000000%، يعني عثمان عمليات تم تصفيته بأوامر من محور الشر. خبر ناشراه وكاتباه بالواضح، تمشي صفحته بتلقى الخبر: عثمان عمليات تم تصفيته من محور الشر. الكلام ده مكتوب الليلة في صفحته وغير قابل للنفي، قالت معناتها معلومة متأكدة منها، لأنها ما بتنشر معلومة غلط، أخبارها كلها صادقة. شغل في الميدان ممتاز، مسيرات جديدة نزلت شغالة، كوبري بتاع شنبات عشان الناس ما تزال تاني، كوبري شنبات انفصل كامل الناحية جهة أم درمان، بقى لا داخل لا طالع، بمسيرات انفصل، ضربوه ضرب، عرفته؟ بعد شوية واحد حيزعلك يقول لك نوع السلاح نوع شنو والطيارة كم. الناس بتدول المعلومة انفصل، ما بيكتفوا بالمعلومة انفصل، دارين يعرفوا انفصل كيف وانفصل من وين، وتحدد لهم المقاس، وتمشي تشيل المتر تقيس ليه وتقولون انفصل كده. المعلومة اللي لا داخل لا طالع، العمليات ماشية بمسيرات جديدة، الشغل بتاع الليلة جديد، كرت شغل الليلة ده جديد. المدرعات تحت السيطرة التامة، ما في أي لف ودوران، من الصباح عمارة جنوب المدرعات جابوها كاملة كاملة عمارة هيكل جابوها كاملة، 150 جنجويدي دنيا زايلة، تات شيرين واقفات برا كلهم انتهى. شغل نظيف،
شغل نظيف ما فيه وسخ، عمارة كاملة جنوب المدرعات من الصباح جابوها كاملة الأرض، فيها كمية بتاعت 150 جنجويدي. القصة انتهت، العشمان في الجنجويد يطلع بيهم السلطة يمشي يشوف ليه حاجة غير الوضع ده، انتهى خلاص، جنجويد انتهوا كقوة، ماشيين للزوال، سلاح المدرعات مأمن، خد بعد 3000 سنة في تأمين دخل المدرعات، في شغل دخل المدرعات ومأمنة كامل فوق تحت، مأمنة بيتحد بالرجال وبيفوق بالمسيرات، اللي بيقرب للمدرعات سايب مسيرات ولا غناصة، مسيرات 24 ساعة، يعني ما عندك حاجة تاني ولا بس إلا تدعم جيشك، تدعم جيشك. الآن حيجوا لك سوق ضربوه المدنيين، ماتوا المدنيين، ميزر، ده كله طلص، ده كله طلص، ده كله نفاق، ده كله جعجعة، اللي بيموتوا ده كلهم جنجويد. الجيش أصله ما بيضرب مدنيين، ولا شفنا ضرب مدنيين، الجيش لو ما عنده معلومة كاملة ما بيضربك، سوق جورو كله جنجويد. الشغل ده ما في المناطق، في كل البحر شغالين، حلة حمد موت حمد، موت موت عديل بهناك، شنبات وحلة حمد شغال الجيش ما وقف نهائي، شغال ما وقف، بهنم درمانات شغال ما وقف، مسيرات تشغل في اي مكان تشغل. دي الخواتيم يا جماعة، انا اديتك الكلام ده عشان تاني ما باقي اليوم تمشي يسوقوك بالخلع ولا يقول لك ما في اي حاجة. الوضع والله الجيش ماشي في تقدم في كل المحاور، كل المحاور الجيش متقدم فيها، كل المحاور الجيش ماشي فيها صح، ما في اي لف ولا دورات، انتهى من حاجات كثيرة، الليلة انجز حاجات كثيرة، امن تأمين شامل كامل المدرعات، امن تأمين شامل كامل، يعني قصة تاني مدرعات ومدرعات ده انتهى، تأمين شامل كامل اتأمن، التأمين شامل كامل الآن بنظف حوالين من بعيد مناطق بعيدة حوالين المدرعات، الصحافات الامتداد المناطق دي كلها شغال فيها، أي مسير لا فيه بشيل طوالي بشوت. عسكريا انتصرنا، سياسيا منتصرين، دبلوماسيا بإذن الله حننتصر، بإذن الله تعالى حننتصر، بإذن الله تعالى دبلوماسيا حننتصر، لأنه أنا أبشرك وأقول لك البشرى، في قرارات طالعة، حيغيروا وزراء، حيغيروا وزراء، حيشيلوا المجلس السيادي الجنجويد حيشيلونه، وما بعيد، قريب جدا 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 جدا، القرارات دي جاهزة، جاهزة أبشرك، جاهزة، قرارات طالعة طالعة، فحتسمع، حتسمع وحتشوف، حتشوف الوزراء اللي حيشيلوه، وحتشوف ناس الطاهر حيشيلوه من الساعة، قول ليه البس وانزل الميدان ساي، طالما انت اخترت التمرد البس وانزل الميدان، تاني ما في كذب وجقلبة، غرارك جاهز والله، ممضي جاهز، البس كدمولك وانزل الميدان ساي تدقى، زمن كذب واللف والدوران والطلس، وانا معاكم وانا ضدك وانا عليكم، تتبلى بس الميدان، انت راجل ادو ميدانك، جنودك نزل وابقى راجل، انزل ما تجير، ما تشرد، ما تشرد، اقعد طالما انت اخترت، اقعد، قراركم طالع، كان الهادي كان الطاهر طالع، لانكم انتم خصم على الدولة السودانية، على الدولة السودانية، القرار حقكم طالع، الوزراء الخمسة حيتغيروا، الخمسة الجنجويد حيتغيروا، أي والي فوشك حيتغير، أي والي فوشكك حيتغير، تاني ما في رجعة لورا، المتغطي بالجنجويد عريان، السقط بضربه
بيجيه التهاب. القصة انتهت يا قحاطة، الموضوع خلص. لا مجتمع دولي بعائليكم ولا مجتمع داخلي بعائليكم ولا دون، ما في ولا في زول شغل بيكم الشغلة. لقوكم مجموعة بتاعت ناس كذابة، ناس بتدعم في ميليشيات عشان تحتل بلدها. العالم كله شاف بعينه، العالم متابع ومصور وشايف بعينه ومتابع انكم انتوا جنجويد وعارفكم، عشان كده العالم ما بخط يده معاكم تاني ليوم القيامة الا يا هول قاعدين مع الأسة الشيطان قاعدين معنا، وده ما عندنا له حاجة. لك التحية بسيوني، والله بشرات جميلة جدا اخوانا، الجيش متقدم جميل جدا والتحضير كامل لمعركة الختامية، المعركة بتستمر 72 ساعة، الاستعدادات ماشية كويس. فالمدرعات زي ما قلت يعني ناس كتير بيقولوا انه بتاعت السيطرة وجويد تاني، خلاص عندنا ما عندهم اي صوت تجاه مدرعات. فموضوع كبري شنبات ده خبر جميل جدا يا اخوانا، الناس من زمان بيقولوا انه كبار دي لازم تكون خارج الخدمة، وده خبر دي اذا كان مؤكد جميل جدا، دي خطوة جميل جدا، وتاني دي حصار على الجنجويد، فالناس تستعيد يا اخوانا، ده معركة الاخير قرب تاني. اسمع العمليات هسه في اخبار كتير قبل شاف قبل ياسين ده برضه نشر، هو طبعا مستعجل بنشر اخبار كتير، نشر اسمع العمليات ما جوفانيو، لكن في اخبار تانية تقول انه اسمع العمليات دي في يد ناس حياة العمليات، لكن ما اعرف خبر مؤكد وين، لكن كم مصدر كده بيقول انه اسمع العمليات ده تم تصفيق.